عليكم اخواتي، مرحبا بكم في القناه، قناتكم وصفه افكار. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله عندي معكم حلوى كتجي بحال الصابلي، لذيذه بزاف بمذاق الكوك، كتجي مقرمشه كتذوب في الفم. نتمنى انها تعجبكم اخواتي. ما تنساوش لايك الا عجبتكم هذه الوصفه، وتشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد لهذه القناه. ندعو على بركه الله بمقادير وطريقه التحضير. مكونات هاد الحلوى بسيطه كما كتشوفوا، غير بجوج بيضات كتخرج واحد الكميه لا باس بها. عندي هنا جوج بيضات، يعني ماشي حجم كبير، يعني عادي تيكونوا في حاره المطبخ. عندي كاس ديال الزيت، زيت المائده. عندي هذا الكوك او جوز الهند رقيق، تقريبا هنا واحد نص كاس، وانتم على حسب الكميه بغيتو تزيدوا اكثر من هذه الكميه ديروها باش تجي يعني المذاق ديالو تيكون اكثر. المهم هذه الكميه مزيانه، يعني نص كاس، وكذلك السكر ما كثرتوش، يعني تقريبا واحد كاس الى ربع ديال السكر. عندي هنا واحد ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات، ماشي باكيه كامله، غندير غير ملعقه صغيره. بالنسبه للزبده عندي هنايا اقل من 125 غرام، يعني قل من نص ربع، تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الزبده، مارغارين ماشي ديال العبار. وعندي الدقيق تقريبا 500 غرام ديال الدقيق. غادي نبداو ان شاء الله نخلطو، يعني الزبده هي الاولى باش الزبده خاصها تكون في حاره المطبخ. بالنسبه لهاد الكميه اللي درت هذه نص ربعه او لا ربعه، تتقسموها على ربعه، ربعه 250 غرام قسموها على ربعه، وتاخذوا داك الطريف على ربعين، تتكون تقريبا واحد قل من 125 غرام. نديروا جوج بيضات والسكر، يعني كاس الى ربع ديال السكر، سكر سنيده، ونعجنهم مزيان، نخلطوهم بيدينا مزيان. كندير واحد قبيصه الملح ضروري في الحلوى باش كتوازن شويه المذاق، كتنقص شويه ديال الحلاوه. كنعجنهم مزيان، اذا كان عندك الضراب احسن تخلطيه بالضراب بالميكسور. ملي تعجنيهم مزيان تنديروا دابا الكوك. الا درتي الكوك راه غادي تعجنك، لان الكوك شويه حرش غادي يتخلط مزيان مع الزبده. حاولي تعجني الكوك مزيان مع الزبده باش ينسجموا بعضياتهم. بعد تنديروا الزيت بشويه بشويه بهذه الطريقه. كديري نص بنص، من بعد ما كتخلطي نص الاولاني نعاودي نديرو نص اخر باش تعجن داك الزبده مزيان. بعد ما كنخلطوا الخليط مزيان، دابا غادي نديرو الدقيق. انا 500 غرام ديال الدقيق، المهم الا كان خاص قدو تزيدو على حسب النوعيه ديال الدقيق. وغندير واحد ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، ونخلطو، يعني ما غاديش نعجنو، غادي زعما ندلكو ولا شي حاجه، غدا غنجمعو العجينه. تتكون العجينه يعني غير رطبه، ما تكونش قاسحه بزاف اولا كتلصق ليك، يعني غير تتكون تتجمع صافي بركه. بعد ما تجمعات كتحاول انك تشوفي دير واحد الكويره وتشوفيها واش ما كتلصقش، كتكون رطبه بحال هذا الشكل، ما تكونش يعني ميدبه بزاف وما تكونش قاسحه بزاف باش تكون يعني حلوه، يعني تكون رطبه ما تكونش قاسحه، تكون مقرمشه صافي. دابا غنخليها غادي نجمعها من بعد ما ساليت، وغادي ديك الساعه ما غاديش نخليها ترتاح، يعني غادي ديك الساعه غادي نصوبوها كويرات. كناخذوا شويه الكوك كنديروا فيه شويه الفاني، حط ساشي ديال الفاني باش داك الكوك تيكون في مع داك الفاني تعطي واحد النسمه زوينه. نخلطوهم مزيان، من بعد ناخذوا واحد الطاوه تندهنوها، تقدروا تدهنوها ولا ديروا ورق الزبده. وتناخذوا الكويره نوريكم طريقه التحضير ديال الطريقه ديال الشكل كيفاش نطبعوها، يعني كنديروا كره عاديه ما كتلصقش، تقدروا تحطوها في الطاوه تستفوهم مع باش تطبعوهم بالطابع حتى تكملوا الكويرات.
اولا ديك الساعات فيما كتصاوبيش وحده كديري طابع، نوريكم الشكل ديالها كيفاش. كتاخدي الطابع وتديري في ديك الكوك، كتشيل هاد الشكل هذا، كنستفون في الطاوله. الحلوه كتكون فوق منها الكوك، من كيطيب كيتحمر داك الكوك، يعطي منظر ومذاق زوين. الشكل ديالها كذلك زوين. حاولوا اننا تكون كوره كبيره باش ما حدنا كنوركو عليها، تعطي واحد الشكل، الشكل شمي بحال الشمس، اولا شكل عجله دائريه. اولا مروحه، وما على حسب كل واحد كيفاش كيسمي الطريقه ديالتها هي هذه. ولا ما كانش عندك بحال الطابع، تحاول انك ديري اي نوع ديال الطابع، اي شكل بغيتي. تقدري ديري باي غلاقه ديال شي قرعه ولا بموس اولا اي شكل باغي. المهم ان القاعده ديال العجينه تكون مزيانه. كما كتشوفوا اخواتي، من بعد ما كملنا الحلوه ديالنا صفناها في الطاوله على الشكل هذا. دابا الفران يعني كنشعلوه حتى كيسخن، ماشي يكون بعد مش بحال شي حلوه ديال داك الغريبه باش تشقق. طيبوها عادي يعني تشعلو من التحت هو الاول، عاد باش طيبو من الفوق. درجه الحراره تكون حتى 100 تقريبا 175 بحال هكاك، ما نجهدوش العافيه بزاف، يعني غير كتحمر كتجي بحال هذا الشكل هذا. مجرد انها تحمر طيب من التحت، من بعد تشعليها من الفوق حتى كتحمر بحال على حسب درجه التحميره اللي بغيتي نتيا. كتجي يعني ما تمسيهاش من كطيب، غادي دغيا دغيا غادي تهرسلك. حاولي انها حتى كتبرد باش كتهزيها بيديك وديري ليها الشكلاط، كندوبو الشكلاط اولا المربى اللي عندك ديري ليها في دوك اللي في الوسط ديالها على حسب المتوفر عندك البيت، اولا ترشيها غير بالسكر كلاصي بلا ما ديري، على حسب اللي عندك في الدار ترشيها هكا بلا ما ديري وسط منها والو، تقدري تفنديها في سكر كلاصي حتى كتبرد. المهم اخواتي، طريقه الشكلاط راه دوبي في حمام مريم، وتتاخدي هكا وديري في الوسط وتخليها حتى كتبرد، يعني تخلي داك الشكلاط حتى كيقساح، وديك الساعات ديري في طبيصلات بحال هذا الشكل هذا، كيجي رائع. المذاق ديالها زوين، ومذاق ديالها كذلك اروع، يعني مذاق لذيذ بزاف، غير جربوها. وكتجي شيشه تدوب في الفم، وخرجت يعني كميه طبيسيل تقريبا راه واحد كيلو ونص ولا شحال في الوزن ديالها، يعني ب 500 دقيق 500 غرام ديال الدقيق تخرج واحد الكميه لا باس بها. نتمنى انها تنال اعجابكم، يعني توجديها دغيا دغيا فهاد، يعني تحاولي يعني حتى نهار العيد ليله العيد تقدري ديريها، يعني دغيا دغيا طيب غير تتحمر. اخواتي ما تنسوش انكم ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه باش دائما توصلوا بالجديد ديال القناه. ضروري انكم تضغطوا على زر الجرس كذلك، الا ما كنتوش يعني ضاغطين عليه حاولوا تضغطوا عليه باش يوصلكم دائما الجديد. والشكل ديال الحلوه هي هذه، بعد ما غنوريكم يعني كتجي ملي من الوسط ديالها كتجي مقرمشه لذيذه بزاف. هذه راه طيبتها بزاف، يعني حاولوا انكم تحمروها ولا تخليوها هكا خفيفه، اللون ما يكونش احمر بزاف، الافضل تكون بحال هذا الشكل هذا. كتجي على هذا الشكل، يعني المذاق ديالها واعر، المذاق ديالها بحال الصابلي، داك الصابلي كيتباع ديال الكوك، وهي كذلك راه من الصابلي. نتمنى اخواتي ان الفيديو يعجبك، ما تنسايش لايك وتستناو الفيديوهات الجايه ان شاء الله ديال عيد الاضحى، وصفات جديده ان شاء الله. مع السلامه، مع فيديو جديد ان شاء الله، بالصحه والراحه.